البيت فكر عربان راح حاله تاريخ الافريقي الشمالي كيفاه كانوا كمان خياله حصره قداه زيت بالطالي وزايب ووالي وعلى أطراف مرحول مكحالة ساعة بساعة الفات ومجالي أحجاب فيهم خودات والوالة حرات وفائقة شمالي وفي نواع التزويج ما طالة عليك بسائقات بالي ابنات لهم صفات غزالة ومنورات الجمال الأصالي ابليس طردوها وطاو جبالي اسروج عالخيل تبان شعالة وركاب لما عتقول هلالي ودماغ مكتوبة فيه بسمالة وحجاب يبي الحسود ما قالي وشبور بها فرسان خلخالة الشجعان تلاحق الدالي وحراج والصيادين قلقالة والعين إلى جور غزالي وسلاك قداش يفتش وحالة وعلى الطيور الكمبيل في لالي أتفز من خيل قعود ببدالة كي حام عنها مسكوك لنجالي والميز قال هنا يا البيالة ابن الخيام وحطوا الريحالي ستة وعشات كوار متقابلة القوم تصطاد ونجعلها فالي وعبيد خدام وطراف روقالة مبروك دارك سحلت يا خالي والعام سعد بن طارق وطالة أغدير من نو يرباب نوالي بعد الاستماع إلى الحاج إبراهيم على هذه الأشعار الرائعة من إنشاؤه مباشرة نمر إلى حرودي في سكتش بعنوان زواج برقع ورك حرودي فرقة الغزلان ست سوايع كام كاع كامل فوق النار ما قلت لناش هذه الحاج إبراهيم الصادق ما بغاش يا حتى القاز اللي شريته قضاته السلام عليكم مالك سي برقع ما شفتوش وين ما سي برقع لا شوف مالك راه من هيها ايه برقع برقع يا اخي برقع شوف شوف
Thank you.
فين ما تدل هايديك سيدي انا لقب لدي منا هايديك والله وين ما تشوفنا في دارك يا خلاص يا ابني رفع لي وين اللي قبل ارجع سكسيني انا اللي قبل يا ما زال نقطة اسول انا اللي مانيش قبل يا اخي مانيش قبل ها هي قبل ما يدير عشان شباب انا شباب لي ولا ليها اديني انا يا ليك الدنيا لازم تديني تديني الحفافه ولازم تديني الحمد الرومانسية الجزائرية يا أخي حاجة عجيبة. قال لك واحد السيد سلم على مرته مباشرة. سلم عليها قالت له حنوني سرقت لك شوينغوم من فمك. قال لها ماشي شوينغوم كم يا شم هذيك راكي بغلطة. الجزائريين طريقتهم واحد ثلث نساء واحدة أمريكانية واحدة طاليانية واحدة فرنسوية. هي تافه وجزائريه لا امريكانيه طاليانيه وفرنسويه وجزائريه قالوا ما نطيبوش رجالتنا ونشوفوا اش يديروا. بعد ربع ايام تلاقاو فرنسويه قالت لهم انا الليله الاولى ما شفت والو الليله الثانيه راح جاب لي العشاء من برا. طاليانيه قالت لهم انا الليله الاولى ما شفت والو الليله الثانيه ما شفت والو الليله الثالثه خرجني ورحنا تعشينا برا. الجزائريه قالت لهم انا الليله الاولى ما شفت والو الليله الثانيه ما شفت والو الليله الثالثه ما شفت والو حتى الليله الرابعه بوليت نشوف بالعين اللي صرا غير شويه برك ما كان. على كل هذا السكتش اللي شفناه الان هو من اخراج الحسن حشود هكذا شقيق السي رشيد حشود الله يرحمه برحمته الواسعه ذكرى ليه. وعلى كل يعني واحد كيما كي نفقدوه يعني نفقدوا منبع من منابع الابداع للاسف الشديد كان يمكن ان يستغل وان يبرز وان يعطي للمشهد الثقافي اضافه لائقه رحمه الله تعالى عليه. مازال الحفل متواصل. يبدو لي الشاعر محمد الاحمر باغي يقول لنا القصيده. قبل ما نقول القصيده على بالكم باللي غير شيخ بوزيان اللي في القاعه وراه داير العمامه هو الوحيد. تحيه لشيخ بوزيان.